احنا دلوقتي في سوهو سكوير شرم الشيخ، وده المدخل بتاع سوهو سكوير. نبتدي نشوف كده، عاملين زينة جميلة جدا، شايفين؟ على الجانبين منظر جميل، في سياحة كتير في شرم، الجو حلو بالليل بس برودة بس مش مقبولة يعني. ده المدخل بتاعها، شايفين؟ ايوه، غزال. نبتدي نتعرف بعد كده على بقية منطقة سوهو سكوير. بقى المدخل الثاني جوه، دلوقتي احنا جوه داخلين سوهو سكوير من جوه، اسواق اتفرج، مدخل جميل الصراحه. عاملين شغل عالي جدا، ده عاملين هنا برضو مدخل نافوره، جميل أوي مدخل. شغل الإضاءة جميل في المكان هنا زي ما احنا شايفين. من النخل ده جميلة جدا، you
الكرة في البيت. لا سنان. Yeah.